تعرض فريق الرقابة التجارية وتصنيع الحبوب في محافظة صلاح الدين إلى التهديد من مجهولين بعد الكشف عن 155 كيسة من الطحين غير معروفة المصدر في قاطع فلكة الفرسان شرقي تكريت. واشتكى الفريق من تصويرهم ولوحات سياراتهم وتهديدهم بشكل مباشر من قبل جهات تجمهرت حولهم، وطلبوا تدخل الشرطة، مشيرين إلى أنهم نفذوا واجبهم في منع التلاعب بلقمة عيش المواطن أو افتعال أزمة طحين في المحافظة بعد توفر كميات مطمئنة من الطحين المحلي عالي الجودة. حسب توجيهات السيد معالي وزير التجارة المحترم وتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية، تم تشكيل فريق عمل من دائرة الرقابة التجارية والمالية في المحافظة ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة الشركة العامة لتصنيع الحبوب في صلاح الدين، حيث قام فريق العمل بزيارة الأسواق المركزية والاطلاع على أسعار مادة الطحين والوقوف على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار. وأثناء الزيارة تم ضبط مخزن لمادة الطحين في ساحة فرسان العلم، موجود فيه كميات من الطحين 155 كيس طحين لا تحتوي على ختم ولا على شهادة منشأ ولا جهة إصدار، وهذا يعتبر مخالف للتعليمات ويعتبر من وجهة النظر الاقتصادية والأمنية مهيئ للتهريب. من خلال هذه الزيارة نبعث رسالة للمواطنين، رسالة اطمئنان أنه وجود جهات رقابية أمنية متابعة للحركة الاقتصادية في المحافظة ومتابعة وملاحقة لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت المواطنين أو الغش أو الاحتكار المادة. هذه التصرفات الغير مبررة هي ما ينتج عنها ارتفاع مادة الطحين في الأسواق المحلية ويعاني منها شعب محافظة صلاح الدين. مطاحن العاملة في محافظة صلاح الدين مستمرة في إنتاج الحصة الأولى للعام 2022 وبنسب متقدمة تصل إلى 71 أو 72% من إجمالي الحصة المقررة. توزيع الطحين في كافة أقضية المحافظة بانسيابية عالية، وهناك جهد رقابي وجهد أمني يبذل من قبل العاملين في هذه الدوائر من أجل تأمين وصول مادة الطحين أو المواد الغذائية الوكيل ومن ثم إلى المواطن.